العرب يقولون في أمثالهم رهبوت خير من رحموت. شنو معناه؟ يعني يقولون الرهبة بالحياة أفضل من الرحمة، يعني لا تصير رقيق، لا خليك ديب، فهمت شوي زين؟ رهبوت خير من رحموت. مشاعرهم يقول إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى بالت عليك الثعالب. هي تنبه لي هاي الواقع أنا ما أقدر أعتبرها متأصلة بطبيعتهم، يعني هذا مشي ولد وياه، لكن هذا يفك عينه في محيط يشوف الدنيا داير ما دايرة غابة، يأكل بيها القوي الضعيف، يتعلم على الشدة، على العنف، يتعلم على المالخ مثل ما نقول. في واقع الأمر هذا لو ينشأ في محيط رقيق متحضر يمكن تتغير أخلاقه تماما. وهذا المعنى على الجوع علماء الاجتماع في نظرية التوائم المتماثلة. توائم المتماثلة، واحد عنده أولاد اثنين ينولدون توم، افرض واحد يشيله يحطه في أماكن بلدان بذنها، يحطه ببرية من برارينا، واحد شيله خليه بأوروبا، يمكن هذا اللي تخليه بأوروبا بعد أيام تجي ليه تلقى مثلا منطبع بصفات المحيط بطبيعة المحيط، تلقى مثلا هناك يشتغل برياضيات قاعد يحل معادلة رياضية ونظرية طبية ونظرية علمية، يشتغل مثلا بحقل إنساني أفرض إلى حد ما، تيجي عندنا تلقى يشتغل بقضايا يعني يدهن بتفكته وحاط الششمة مثلا من ذني. فطبعا المحيط هو نفسه اللي يبنيه للإنسان، شلون يوجهه شلون يبنيه بطبيعة الحال. أنا ما أقدر أقول لك هذا ينولد وياهم لما يقول رهبوت خير من رحموت، لأن هذا فك عيونه على بلد ما بي رحمة، فك عيونه على غابة يأكل فيها القوي والضعيف. وتدريش كثر عانى الإسلام حتى يعيد الإنسان إلى طبيعته السوية، شكثر تعب بالجزيرة العربية، يا الله رجعهم إلى الرحمة. وما في شك أن الإسلام نجح في رسالته، يعني خلق منهم قلوب رحيمة لا حدود لها. يعني تتصور، خلي شوي أقرب لك الصورة، يعني أنت مثلا كنت تسمع إذا تمر بمحيطنا هذا المحيط العربي، تسمع أن بعض شعرائنا يقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأشيافنا يقطرن من نجدة دما، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تتأمل هذا تلقاه مفعم، متأجم، متشنج، يريد يهمش الرايح والجاي. بعد أيام النظرية تغيرت، صرت تشمع لك إلى واحد من شعراء المسلمين، طبعا هذا عربي ومن الجزيرة العربية لكن جاب الإسلام أخذ صاغة، فتشمع يقول إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. واي اختلفت الصورة، واي اختلفت، صار إنسان يعني ما يريد يسوي جبان، حاشا، الإسلام ما يريد الجبناء، لا، لكن يريد يسوي إنسان يستعمل المخالب في وقتها ويستعمل الرحمة في وقتها. هو هذا العدل، هو هذا العدل، وضع الشيء بموضعه. خلي